لا بد أن نعلم إخواني وأخواتي بأن النية شرط لصحة الصيام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم من دون نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام بخصوص الصيام قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. ولذلك الواجب على كل مسلم أن يبيت النية من الليل، وهو حينما يقوم إلى السحور مثلا فهذا لا شك بأنه نية، ولذلك النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. فقيامكم للسحور ونيتكم الصيام من الغد هذه النية الشرعية التي بها يصح العمل. وأيضا تنوون من أول الشهر ما يسمى بالنية العامة، وهو أن تصوموا هذا الشهر، لكن إن سافرتم أو أفطرتم مثلا في أثناء الشهر تحتاجون إلى تجديد النية العامة، أما النية الخاصة فتكون لكل ليلة.